وخلال تفقده للارتكازات الأمنية بشرق القناة، أكد الرئيس السيسي أن الأزمة التي تشهدها البلاد حاليا لن تستمر وستنتهي قريبا بتكاتف المصريين وكذلك أزمة الدولار. عايز أقول لكم كلكم، اوعى تفتكروا أن الأزمة دي هتفضل كده. شوفوا افتكروا كويس قوي من 10 سنين، مش كده؟ 10 سنين كان كله بيقول لك امتى الارهاب يخلص؟ امتى ايه؟ الارهاب يخلص. الارهاب خلص ولا ما خلص؟ خلص يا فندم. بمين؟ بينا يا فندم. بيكوا انتوا. وبرده الازمه اللي احنا فيها دي هتخلص بمين؟ بينا يا فندم. بيكوا. وزي ما انا قلت كده بفضل الله سبحانه وتعالى ان هيجي يوم وهيبقى الموضوع ده تاريخ، انا بقول لكم الازمه دي قريبا بفضل الله سبحانه وتعالى هتبقى تاريخ برضه. حتى الدولار الناس كلها بيقول لك ده بفضل الله سبحانه وتعالى وجهودكم هيبقى ايه؟ تاريخ. بس لازم نعرق ونشهد قبل ما نخلص المسائل دي. لما خلصنا الارهاب وخلصنا حاجات تانيه كتير، ده يخلص بفضل الله سبحانه وتعالى.